السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البوتاجاز اللي معانا النهاردة بوتاجاز موديل سيزر 90/60 من انتاج شركة رويال جاز. بوتاجاز مكونات وتجميع مصري، زي ما شايفين بيكون حوامل ظا 5 شعلة، نظام غرف، زجاج عاكس فضة يعني زجاج مراية، وباب الفرن بيكون برضو زجاج عاكس. البوتاجاز ده بيكون اشعال ذاتي وحوامل ظا ومروحة و90/60 موديل سيزر كاست فان. زي ما شايفين ده نظام الغرف، يبقى معناها ان الفونيا بقدر اشوفها بعناية، لو حصل سدد اثناء التنظيف او حاجة بقدر انضفها بسهولة، وبيكون مزودة باشعال ذاتي ولكن بدون امان. دي الشعلة اللي في النص بتكون برضو الفونيا ظاهرة قدامي ويكون في اشعال ذاتي ولكن ما بيكونش فيها امان. جميع مكونات الجهاز معظمها مكونات مصري، المحابس والمكونات الداخلية بس بتكون ايطالي، البراند ايطالي تجميع مصري، ولكن الموديل دوت اسمه سيزر كاست فان. في مراية عاكسة للحرارة وبيكون بضمان 5 سنين من شركة رويال جاز، وادي شهادة الضمان. بيجي معاه فونيات للغاز الطبيعي في حالة ما حب اشغله على غاز طبيعي، بيتم تغيير الفونيات دي عن طريق شركة الغاز او عن طريق الضمان. بيجي مزود برف شبك استلس ورف شبك خاص بالشواية بسيخ الشواية ورف صاج، في مروحة في الفرن وفي عاكس للحرارة فوق تحت المفاتيح عشان يمنع تسريب الحرارة خارج الفرن، زائد جوان للباب مفصلتين الموجودين ايطالي، وطبقة العزل الداخلي طبقة ممتازة من المينا يكون سهل التنظيف، وادي سيخ الشواية بيقدر يشيل معايا فرختين في نفس الوقت. مقبض الباب زي ما شايفين مقبض من الاستلس جاي بعرض الباب، شكله شيك، في حافظة من تحت، زجاج عاكس، حاجة ممتازة، حاجة تشرف. سعره 4950 جنيه، العرض الساري حتى 20/8 او حتى نفاذ الكمية. تقدر تطلبه النهاردة من السليمانية ويصلك اينما كنت داخل القاهرة والجيزة والمحافظات. بوتاجاز بيشتغل على انبوبة او غاز طبيعي، بوتاجاز عملي، حاجة اقتصادية من الفئة الاقتصادية اللي اقدر اعتمد عليها، وحاجة برضو تشرف لست بيت او عروسة في الميزانية الاقتصادية المعقولة. ادي الزراير بتاعته، اشعال ذاتي، مروحة، لمبة، وفي تايمر، والاوكر زي ما شايفين اوكر بتكون نيكل كروم، وحوامل ظا وغرف موديل سيزر كاست فان. البوتاجاز استلس بالكامل، شكل ديكوري وعملي، وسعر لن يتكرر. اطلبه الان من السليمانية الاجهزة الكهربائية، يصلك اينما كنت. شكرا لكم.